نيكولاس كيب كيريو الان تناهشوا فريق كورماهية لابو او لابا كوتشو لابا تمشي كرة لحمدي العشير العشير مع اوتشانغ التوسيع مع العشير في كرة باكر الهلالي الثاني الثاني جول باكر الهلالي يكفر عن خطأ ضاعت كرة الثاني في أواخر الشوط الأول باكر الهلالي يمضي الهدف الثاني في مرمى أوديامبو في سيناريو هو الأفضل لنهضة بركان هدف ثاني في الربع الساعة الأول يحمل توقيع باكر الهلالي قلت هذا الهدف اللي بشي سهل المباراة على نهضة بركان باكر الهلالي أهدر كرة الثاني في أواخر الشوط الأول في انفراد مع الحارس أوديامبو وهذه المرة شوف الكرة انطلقت من العربي ناجي عمل كبير من حمدي العشير في تجاوز جوفري أوتشانغ عرضية استلام الهلالي يبعث الهلالي على أوسينو وبتسديدة في زاوية بعيدة في مرمى أوديامبو يمضي الهدف الثاني لنهضة بركان في أفضل سيناريو 59 دقيقة ربع ساعة أول في هذا الشوط الثاني نهضة بركان يضيف الهدف الثاني بتوقيع الأهلي